لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي ان سعر النفط ينزل، قاعده اقتصاديه ما فيها روح تعب. الاقتصاد الجزئي اول نظريه، السبلاي ثابت، معروض ثابت، انخفض الطلب معناته ان السعر ينخفض. الاتحاد الاوروبي انا اعتقد انه دخل مرحله الانهيار من البريكزيت، فالمنظومه الاقتصاديه يعني ادخلت بالانهيار، ولاحظنا ان حتى الانسانيه يعني بادنى مستويات. لكن الاسهل هو البيتكوين، يعني ما لا تقول لي ذهب، لا تقول لي لا، هارد ديسك بيدك في بيتكوينز انكريبتد وتحوله اونلاين، كان الله غفور رحيم، من التليفون، من الماك، من ويندوز، من اللي تبي. اهلا، هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح. ضيفي اليوم هو عبد الله السلوم، باحث اقتصادي كويتي. الحديث في هذه الحلقة عن الجانب الاقتصادي في هذه الأزمة، أزمة كورونا. الحقيقة إن في أزمة ثانية وتحدثنا فيها كذلك، اللي هي أزمة سعر النفط، سعر النفط الذي وصل إلى 20 دولار. فما هي تداعياته، ما هي تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية، الأزمة الصحية على الخليج، على العالم، على شكل الاتحاد الأوروبي، على الاتحاد، على الولايات المتحدة، على الصين، شكل الاقتصاد العالمي، ومتى ستنتهي هذه الأزمة، وهل ممكن يتغير شكل الاقتصاد بعد هذه الأزمة. الله يعدي هذه الأزمة على خير. هذه الحلقة قد يبدو الصوت مختلفا قليلا، الفكرة أنه كل واحد يسجل في بيته، نسجل في بيتي، طلع يسجل في بيته، فإن شاء الله أن الصوت يطلع مضبوط، تلقى يعني اختلاف بسيط، لكن تداعيات الأزمة برضه. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، كذلك وسيبقى التسجيل صوتي حتى يكتب الله أمرا كان مفعولا. أما عن الاقتراحات أود أنكم تشاركونها معي على إيميلي abomalah@8.com، في اقتراح أسماء جديدة، مواضيع مختلفة تخص مثلا كورونا من جوانب معينة، شاركوني على إيميلي وبإذن الله تسمعون مقترحاتكم. شكرا جزيلا لك. أما الآن لنبدأ. أهلا أبو سالم. حياك الله أخوي عبد الرحمن. يا حياك الله، ودي أني التقيتك في ظروف أحسن من هذه الظروف. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله أنها هي أزمة وبتعدي وترجع الحياة مثل ما كانت، وإن شاء الله أن المجال الاقتصادي يتم الاستعانة فيه في ظروف أحسن من هذه الظروف. ولكن يعني المجال الاقتصادي عرف بمجال الصدمات ومجال ضيقة الخلق على قولتهم، ولكن كله في سبيل خدمة الوطن والخليج، وإن شاء الله أن بهاللقاء نفيد ونستفيد في المجال الاقتصادي. شكرا على هذه الدعوة. ولو ببدأ من آخر شيء أنت كتبته، أو يعني كتبت أنت أنه رسميا ابتدأ مشوار الركود، وفي يوليو 2020 اللي هو شهر 7 أشد كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. نعم. وشلون، وش تقصد، كيف تشوف هذا الركود أنه أشد يعني راح يكون في شهر 7، وليش حددت 7 بالضبط حتى؟ طبعا هو الدارج في كل الإحصائيات والدراسات أن إذا استمر الوضع على ما هو عليه بانخفاض في الاستهلاك العالمي، طبيعي إلى يوليو يكون هو الوقت يعني اللي ممكن أن يصير فيه كساد. طبعا الكساد يعني أشد ركود من الركود، الكساد يعتبر آخر مراحل الركود أو أعمق مراحل الركود. فلما نقول ابتدأ الركود، هذا واضح اليوم احنا نشوف الركود. فإذا استمر هذا الأمر إلى يوليو راح نوصل إلى مرحلة لا يمكن أن نوصل لمرحلة أعمق منها أو أسوأ منها بالجانب الاستهلاكي أو بحجم الاستهلاك. فكل ما انخفض حجم الاستهلاك طبيعي أن يصير فيه من تبعاته أضرار اقتصادية وخيمة.
ولكن يعني هذه مو بشارة لما أني أقول الكساد يوليو أو ابتدأنا مشوار الركود، ولكن من باب أن احنا نضع يعني المواطن ومتخذي القرار أمام يعني المستقبل عشان نقدر أن احنا نتحوط أكبر قدر من الإمكان لتخفيف الضغط على المواطن والمقيم. شلون؟ إيش الأشياء اللي تتوقع أنه من الممكن أنها تحوط لأن يكون يوليو أخف؟ يعني يمكن الأمر اللي بيصير الحين حديث يعني بالنسبة لي، أنا ما شهدت كساد من قبل، يعني آخر كساد يعني متى صار؟ ما كنت مولود أساسا. ولكن يعني بمجال الاستثمار طبيعي أنه يعني التنويع يسمونه بال يعني مفهوم الدايفرسيفيكيشن، التنويع بالاستثمار هو اللي يخفض حدة الخسائر دائما يعني. لكن بالوقت الحالي ما أظن أن فيها يعني شيء إذا استخدمنا التنويع ممكن يجينا بعوائد والله مو بذيك الخسارة. الخسارة موجودة على جميع الأصعدة، من النظام الحكومي إلى أصغر مستثمر في المشاريع الصغيرة، والسبب انخفاض الاستهلاك. لكن عدينا مرحلة ان احنا الحين نتخذ خطوات استثمارية ممكن نتحوط وما نحقق خسائر. عدينا المرحلة هذه، الخسائر موجودة والجميع راح يشهد الخسائر. اعتقد ان وصلنا لمرحلة ان نبي نعاون حكوماتنا ان احنا نعدي الأزمة هذه على خير بدون ما في كيانات تتضرر وتنمحي مرة واحدة، مو خسرت لا انها تنمح. هني احنا ممكن يعني هذا الشيء اللي المفروض نتوجه له اساسا، ما نتوجه الى ان احنا نبي نحافظ على مشروعنا يحقق ربح بالمرحله الحاليه. لا، عندنا قضيه انسانيه، قضيه صحيه اكبر من القضايا التجاريه وقضايا التحوط لتحقيق عائد ربحي اخر السنه اكبر قدر ممكن. اعتقد ان المشكله مشكله انسانيه حاليا، ويعني أفضل طريقة للاستثمار هي الاستثمار بالتطوع بالجهات الحكومية لمساندتها في تعدية هذه الأزمة. طيب أنا ودي نبدأ بالمشاكل وحجم الضرر اللي بيجي، بدينا نشوف إيش ممكن الحلول، أو ممكن أنت تمزجها بالإجابة بنشوف كيف الوضع. مثلا اليوم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني في كل الخطابات سواء كانت في السعودية أو في الخليج أو حتى مثلا برا، واضح أنه هذول هم الأكثر ضررا في شكل الاقتصاد وفي هذه الأزمة، صح ولا لا؟ نعم. فالآن في حزمة مثلا سوتها السعودية، في حزمة سوتها الإمارات لدعم هذه الشركات الصغيرة المتوسطة، لكن يبقى أنه هذه ما لها يعني وإذا كنت أنت مطلع أكثر ودي أنك تعطيني إجابة، إني ما أشوف كيف ممكن تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى. يعني اليوم في عندنا موظفين ما يدامون، مثلا إذا أخذنا شكل مثلا المطاعم أو محلات التجزئة كلها، ما عاد في دوامات، الناس ما تقدر تروح، إذا بيروح مثلا إذا افترضنا المطاعم عندنا في الرياض إلى الساعة 2 الظهر وتغلق، واختلاف الطلب برضو العرض والطلب المختلف تماما، فالمحلات هذه كلها ممكن تتحمل شهر شهرين بس بعدين ما راح تقدر، فمن ثم ترتفع مثلا البطالة، ما راح يقدرون يدفعون رواتب، خسارة على الشركة، خسارة على الموظفين. فاهم الوضع هذا كيف بيصير؟ وش اللي ممكن تسويه أي حكومة لحل هذه الأزمة؟ طيب واضح أن المعضلة اللي وصلنا لها حاليا هي معضلة تشغيلية، يعني انخفاض الاستهلاك العالمي جاء نتيجة وباء، نتيجة يعني مرض، عامل صحي ومو عامل اقتصادي، عشان احنا نتوجه إلى الحزم الاقتصادية المعتادة إلا إذا كان يعني اقتصادنا قائم بذاته كليا، مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال، أنك أن تدعم الشركات وتدعم السوق عشان يخلون موظفينهم
وما يفصلونهم عن العمل بسبب انخفاض الاستهلاك. لكن في دول الخليج، الدول هذه دول نفطية، ما هي دول باقتصادات مفتوحة، ما وصلت إلى هذه المرحلة. حتى السعودية برؤيتها 2030 ما وصلت إلى مرحلة أنها ممكن تستغني عن الاعتماد على النفط، ما وصلت. إذا وصلنا هالمرحلة نقدر نقول أن الحزم الاقتصادية مفيدة بشكلها المعتاد، لكن بالشكل الحالي باقتصاد ما زال اقتصاد ريعي، أرى أن الحزم الاقتصادية لازم تتوجه إلى توجه آخر غير الحزم اللي احنا معتادين عليه، توجه يراعي الجانب التشغيلي. احنا حاليا مو هدفنا أن نخلي الكيانات التجارية ما تعلن إفلاسها، لأنها ما تشكل شيء كبير بالاقتصاد الوطني. أتكلم أنا عن الكويت، بالسعودية يمكن أنتم أكثر، القطاع الخاص يلعب دور كبير باقتصاد الدولة، ولكن ما زالت ميزانية الدولة ما تعتمد على أو مستعدة تستغني عن النفط مقابل أن هي تدير مسألة الاقتصاد القطاع الخاص، هم من تحتاج وقت. فالحزم الاقتصادية المعتادة ممكن تكون بالسعودية أقل ضرراً من لما تكون موجودة بالكويت. نفس الحزم بالكويت الضرر راح يكون كبير، لأن الاقتصاد بشكل كامل معتمد على الإيرادات النفطية. فبشرح لك إياها ببساطة عشان نقدر نستوعب ليش السعودية اليوم تفرق عن أمريكا أو الكويت تفرق عن السعودية بهالمجال، عشان يصير فيه بإمكان المتلقي أنه لما يفهم المفهوم يقدر على طول يطبق بأي دولة، ويعرف أن السياسة النقدية أو الحزم الاقتصادية واضح كان بالسليم ولا غير صحيح. هل معلش اني بدي اقطعك الحين، هل نقدر نقول الخليج كله تقريبا متشابه اقتصاديا؟ الكويت والسعودية نوعا ما اقرب دولتين لبعض، لكن ابو ظبي نفس السعودية نفس الكويت عفوا، لكن دبي مختلفة عن الجميع. يعني دبي ما تعتمد على النفط بشكل كامل، ممكن تستغني عن إيراد نفطي مقابل أن التجارة هي اللي تقود المشهد في الاقتصاد المحلي، لكن بضبي هذا لا يمكن أن يحصل. بالسعودية هذا هو الهدف، ولكن ما زال يعني مو باستطاعة القيادة أن هي تتوجه إلى القطاع الخاص وتنسى الإيراد النفطي. الكويت لا، معتمد بشكل كامل بما نسبته 90% من الإيراد النفطي. الاقتصاد داخل الدولة، خلينا نتكلم عن الكويت مثلا، عندك قطاعين اللي هو القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الحكومي فيه موظفين، والقطاع الخاص متقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو القطاع الخاص اللي قائم على الممارسات والمناقصات الحكومية. 2، القطاع الخاص اللي قائم على استهلاك جميع مواطني ومقيمي الدولة، سواء كانوا موظفين أي من القطاع الخاص أو موظفين بالحكومة. وعندنا قطاع خاص صغير هذا معتمد على التصدير إلى الخارج، هذا ما له شغل بحد، يصنع داخل الكويت بمواد أولية ويصدر إلى الخارج. فسواء ميزانية الدولة تأثرت أو ما تأثرت، هذا اقتصاد منتج يودي إلى الخارج، ما له شغل بأي شيء. طيب لما نرجع حق الاقتصاد، حق القطاع الخاص الأول والثاني وموظفيهم وموظفين الحكومة، نلاحظ أن جميعهم معتمدين على الإيراد النفطي. فلو الإيراد النفطي يوقف، موظفين القطاع الحكومي وموظفين القطاع الخاص الأول والثاني راح يتأذون، لكن موظفين القطاع الخاص اللي صدر إلى الخارج ما راح يتأثر، لأنه مو معتمد على الإيراد النفطي. حط ببالك أن اللي صدر إلى الخارج هذا يشكل فئة صغيرة وايد من المجتمع، ما يعني ما نبي نقول والله 5%، يمكن 3% من القطاع الخاص هو اللي معتمد على الصادرات. معناته أن كل الموظفين داخل حدود الدولة يعتمدون على الإيراد النفطي، بما أن الإيراد النفطي هو اللي يوصل كاستهلاك، وهو اللي يوصل كممارسات ومناقصات، وهو اللي يتوزع على القطاع الخاص والحكومة.
فلما أنا أي وحط حزم اقتصادية مشابهة إلى حزم تضعها الولايات المتحدة، بغية أن الاقتصاد الكويتي ما ينهار، افتراضا أن الاقتصاد الكويتي معتمد على القطاع الخاص، وبنفس الوقت عندي أزمة نفطية نزلت الإيراد النفطي، فكأني قاعد أزيد الطين بلة، كأني قاعد أسوي مشكلة جديدة. الحزم الاقتصادية اللي تصير بالولايات المتحدة مو بالضرورة لا صارت بالكويت تحسن الوضع، ولا بالضرورة لا صارت بالسعودية تحسن الوضع. كل سوق والنسب اللي فيه والتوزيعات والهيكل هم اللي حددون شنو نوع الحزم الاقتصادية اللي إذا طبقتها راح تخدر الأزمة. إحنا بأزمة صح، أزمة صحية ما تعامل وياها مثل أزمة اقتصادية بحتة. يفترض أن الحزم الحالية تتوجه إلى الجانب التشغيلي من الكيانات التجارية هذه. أنا اليوم محتاج أني أشتري أغراض من السوبر ماركت، استهلاكي لازم يتوجه إلى السوبر ماركت. طيب إذا الحزم ما ساندت تعزيز طلبي وتسهيله من السوبر ماركت، معناته أن الحزمة هذه مو صحيحة ولا مفيدة بالوقت الحالي إلى أن تعدي الأزمة الصحية. فما يصير أنا أقول والله مسؤولية الحزم أن تراعي أصحاب المشاريع الاستهلاكية من مطاعم وما إلى ذلك حساس تؤدي الأزمة. ما راح تؤدي الأزمة ولا راح تنحل المشكلة. في خلاف أو في دبيت كبير عندنا بالكويت أن أصحاب المشاريع احتمال يفقدون وظائفهم وشغلهم ومشاريعهم بسبب هذه الأزمة. طيب لو كانت السلعة اللي أنت تبيعها سلعة يعني جاية من جانب إنتاجي ويعني مطلوبة بشكل كبير وتحتاجها كثير من الدول وتعتبر يعني مهمة لصادرات ناتج الصادرات، كان ما تأثرت بهذه الأزمة. لكن لأن السلعة اللي أنت تبيعها والمشروع اللي مولته الدولة على سبيل المثال في صندوق المشاريع الصغيرة مشروع استهلاكي ينجح إذا كان المواطن قادر أنه يروح يستهلك، ما أعتقد أن المفروض الدولة حاليا تراعي هذه المشاريع على حساب الإنسانية بشكل عام على حساب الصحة. أنت في بداية إجابتك ذكرت أنه هذه أزمة صحية مو بأزمة اقتصادية، صحيح؟ إيش قصدك؟ الأزمة الاقتصادية هي تكون ناتجة عن خلل في النظام داخل الدولة، النظام الاقتصادي، أو أزمة ثقة، أو عدم الثقة بالعوائد المستقبلية لاستثمار محدد، فتتغير موازين العرض والطلب وبناء عليه تخترب الأسعار، فالناس تتوجه إلى الابتعاد عن السوق بشكل عام في دولة معينة، مثل ما حصل في أزمة الائتمان في الولايات المتحدة في سنة 2007-2008. لكن أزمات مثل هذه لما تتوجه الحكومة وتدعمها برؤوس أموال كبيرة وتنزل الفائدة، هذا يعطي حافز أن يا مستثمر ارجع لأن جايت فرصة ثانية تحقق فيها ربح وتعوض فيها خسارتك. لكن اليوم لما تطبق نفس الحلول هذه وتضخ أموال وتنزل الفائدة وتسوي من هالأمور لتجذب المستثمر، ما راح تخلي المستثمر يطلع بالحظر ويستثمر أمواله، لأن الموضوع تشغيلي أساسا. الموضوع مو موضوع ثقة الناس بالسوق، الموضوع أنه في خلل بالإدارة، في خلل بإدارة العمليات اليومية، أن الناس مو قادرة تمارس حياتها اللي تعودت عليها، ففي خوف، في هلع، بانيك. يعني المفروض أن تكون الحزم أو يكون توجه الحلول الاقتصادية إلى مساندة المواطن اللي وده يستهلك وبحاجة للاستهلاك إلى أن تعدي الأزمة. أزمة صحية خلتنا ما نقدر نستهلك، طيب نبي نعيد معدل الاستهلاك إلى أقرب شيء ممكن للي كان عليه، وهو لا يمكن لأن عندنا أزمة صحية، لكن نساندهم بالطرق اللي قاعد نشوفها اليوم. يعني مثلا بأمر من وزارة المالية
وتنظيم وزارة الداخلية وزارة التجارة مشهورة عندنا بالكويت حطوا أرقام تليفونات لكل جمعية تعاونية ورقم محدد لكل قطعة سكنية بلوك داخل المنطقة، يتصل على هالرقم أو يرسل له واتساب مسج في الأغراض اللي يحتاجها من الجمعية التعاونية توصل لبيته. فطبيعي الطلب على الخبز يعني راح يزيد، أن الناس ما راح تكون بحاجة أن تستهلك خبز وما تحصله، لا، الجمعية توصل لك إياه برسم الخدمة. فلما تتوجه الدولة إلى هالأمور في سبيل الحفاظ على يعني صحة المواطنين وأن ما يتعرضون إلى العدوى، هذا زاد من الاستهلاك على الرغم من الحظر، هذا شيء زين. هذا لا تكاليف، يعني لما نحط موظفين ويوصلون ويبون سيارات توصيل وخدمة وناس تشتغل ونكلم المصنع الفلاني يصنع زيادة وينتج زيادة، هذه الأمور كلها تحتاج مبالغ. فالحزم المفروض تتوجه إلى هذا الشيء، ما تتوجه إلى الالتفات لصاحب مشروع أو الالتفات إلى شركة الفلانية بتاع الفلاسة، لا، ما وصلنا إلى هذا. متى ما انحلت الأمور فضل. يمكن لأن الفرق أنا أشوفه من هنا أنه في عدد أكبر بالنسبة أكبر نسبيا مقارنة بالكويت في السعودية للموظفين المواطنين، صح، خارج الحكومة، صح، وبدون الدعم اللي يحصل عليه يعني الكويتي في القطاع الخاص في الكويت، صحيح، عشان كذي ما في هذا الدعم، هو مجرد أنه في قطاعات كبيرة جدا مثلا زي الجوال، الذهب، مدري ايش، يعني 16 يعني قطاعات كثيرة للسعوديين فقط، يعني فالتوطين عالي في بعض القطاعات وكثيرين اللي يشتغلون في القطاع الخاص، فالتأثير على القطاع الخاص راح يأثر على شريحة ضخمة جدا في السعودية، في انه يصير ما عاد عنده فلوس يمكن، صحيح، اذا صار ارتفعت البطالة، اذا ارتفعت مدري شلون. عشان كذي بالبداية قلت لك شرحنا المنظومة الاقتصادية وتختلف من مكان إلى مكان على حسب الاقتصاد المحلي، وبناء عليها تضع الحلول. بالسعودية على سبيل المثال، لما تتوجه إلى حزم تخدم أصحاب محلات التليفونات بشكل أو بآخر، لأن ما في دعم للقطاع الخاص مثل الكويت على سبيل المثال، طيب أنت بتدعم ليش؟ عشان يؤدي الأزمة، صح؟ انت محتاج اني ابغى اعطيه فلوس عشان يشتري له خبز اصلا، ممتاز، عشان يشتري له خبز، ما تدعمه لمحافظه هذا المستثمر بشركته او شغله، لانه بياخذ الدعم بيدفعه الى التاجر اللي هو مأجر من المحل. فبما ان احنا عندنا ازمه تشغيليه، معناته ان كل شخص يملك امتياز استثماري يفترض انه بالفتره الحاليه ما ينتفع منه. قول لي شلون؟ اذا انا عندي محل في شنو اغلى شارع عندكم اجر في محل؟ طريق تركي الاول مثلا ولا وين؟ قول تركي الاول، يعني مثلا عندي محل في تركي الاول ودفعت عليه خلو، ولنفرض ان اجاري بالشهر قول 100,000 على سبيل المثال. أنا مستعد اليوم أني أدفع 100,000، لأن أنا على قناعة أن تركي الأول بيمر فيه الكثير من المواطنين واللي مستوى دخلهم متوسط ومرتفع مثلا، وراح يحققوا لي عائد ربحي أو هامش ربحي قادر أنه هو يغطي تكاليفي، تكاليف أجار المحل هذا. لكن لما يصير عندي حظر تجوال من الساعة 3 إلى بكرة الصبح مثلا، هل معناته أنه راح أقبل بهذا الأجار اللي أدفعه شهريا لصاحب العقار؟ لنفرض أن المبيعات بتنزل 70%، بعد أزمة كورونا لو المبيعات نازلة 70% عن الوضع الحال، عن الوضع قبل أزمة كورونا، هل راح أقبل أن أدفع 100,000 شهريا لمالك العقار؟ بالطبع لا، لأن ميزان العرض والطلب اختلف، ما أحتاج أني أنا أدفع المبلغ لأنه ما راح أقدر أطلع هامش ربحي بهالمستوى على سبيل المثال. طيب أنا ليش أخلي مالك العقار في تركي الأول ينتفع من امتياز العقار الخاص فيه بالفترة الحالية؟
مو من المفترض أن أوقف الانتفاع هذا لأن المواطن ما انتفع والمستثمر ما انتفع، ولو صاحب العقار مأجر العقار من الحكومة على سبيل المثال يفترض أن الحكومة ما تنتفع، فيقف كل أنت هنا يعني أنت تقصد أنه بقرار حكومة بقرار تلزم الجميع بعدم الانتفاع؟ عدم الانتفاع تطوعا من أصحاب العقار؟ لا لا مو تطوعا، قانون عدم الانتفاع من أي امتياز غير قائم. يعني لنفرض أن أنت أجرت منزل لعائلتك من شركة معينة، أنت دفعت الأجار لنفرض سنويا 150,000، أنت دفعت الأجار لأن أنت يعني ساكن بالمنزل، صارت أزمة كورونا الأجار تدفعها لأن الامتياز امتياز السكن واحتواء عائلتك ما تغير سواء بأزمة كورونا ولا قبل أزمة كورونا، لكن كعقار استثماري وكامتياز استثماري بأي شكل من الأشكال سواء أقساط سيارات توصيل المنازل السلع الاستهلاكية واللي قائمة على إعادة بيع العقارات الاستثمارية اللي يعني ما تحقق امتيازها إلا إذا كان في اقتصاد قائم واستهلاك قائم، هذا يفترض أن يطلع قرار سواء بالكويت أو بالسعودية أو أي من دول الخليج أن قانون يوقف هذا الشيء، ما يمنع الانتفاع طالما أن العمل الاستثماري متوقف في فترة الوباء. هذه الأمور يعني إذا تكافلت جميع الأطراف بالمجتمع وطبقت هذا القانون لن ترى أي شخص مو قادر أنه يعيش أو يخاف على مشروع أو يعني راح يخاف وتصير في مشاكل، ولكن أقل حدة من المشاكل اللي تصير أن أنا أحاتي الأجار أحاتي موظفيني أحاتي، فتكلفة يعني عبور هذه المرحلة تكون على الدولة أقل، والسبب أنه في قانون نوعا ما أكثر حكمة من حزم اقتصادية تنتر المال ولا تحقق عوائد اقتصادية ولا اجتماعية ولا إنسانية مجدية. طب كيف تتخيل شكل الاقتصاد الخليجي بعد ما تنتهي الأزمة؟ تبي الصج ولا ولد عمه؟ صج يعني أنا ما نتكلم عن الوضع بالسعودية، يعني السعودية نوعا ما أكثر حزم في الشأن الاقتصادي، أنا بتكلم عن الكويت من واقع تجربة في 2008 وتجربة في 2016 لما نزل سعر برميل النفط، والحين عندنا التجربة الثالثة. يعني الفكر ما يتغير، لاحظت الفكر ما يتغير إلا إذا صار في تغيير جذري في الإدارة. طالما أن الفكر ثابت مثل ما هو موجود، أرى أن من تعدي الأزمة وترتفع الإيرادات النفطية للمستويات القديمة راح ننسى كل الأحلام الوردية اللي حاطينها برأسنا بغية الإصلاح الاقتصادي ببساطة. شلون؟ يعني إحنا توقعنا أن عقب 2008 أن يصير في حلول اقتصادية جذرية وفي أمل، ما صار هذا الأمر. بعدين صارت رؤية 2030 وهوجمت من كثير من أطراف المجتمع، ويمكن وسائل التواصل الاجتماعي أنا بروحي قاعد أتحكي بالاقتصاد مؤيد الرؤية والناس كلها تهجم علي، لا أنت ما تعرف أنت مو فاهم الاقتصاد السعودي، لأنه كان شيء جديد. يعني أنا كنت أرى رؤية 2030 تترجم كتب اقتصاد كلي، هذا ما كنا نشوفه، دائما كنا نقول اللي ندرسه شيء واللي نشوفه بالصدق شيء ثاني. انبهرت لما أول مرة أشوف دولة خليجية تطبق شيء أنا دارسه بالحذافير كلمة كلمة. فكنت دائما لما أرى أي تصرف في المجلس الأعلى للاقتصاد أنا ذاك على طول أترجمه إلى ما كنت أقرأه بالكتب، وقلت تصرفهم هذا سليم لأن كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين نكتشف بعد 4 شهور 3 شهور أن اللي قلته هو صحيح، هم قصدهم كذا وكذا وكذا وكذا. بالكويت هنا طبقنا رؤية 2035 برؤية كويت جديدة باسم كويت جديدة، من القهر نزلت كتاب يشرح رؤية كويت الاستدامة، يعني من القهر أن يا جماعة اللي قاعد يصير عندنا برؤية كويت جديدة ما لأي جدوى اقتصادية مفيدة للوطن،
إذا أنتم تبون تضعون رؤية اقتصادية يفترض أن فيها كذا وكذا 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 وتنظر إلى كذا لكن دائما متحمس في البداية إلى أن عامل التهديد بعدين نتكاتف بعدين يروح عامل التهديد بعدين نتباعد. إذا إحنا ما تكاتفنا في أزمة اقتصادية حالية ما راح نتكاتف بالرخاء. السعودية تكاتفت من 2015 و2016 بسبب النفط ومع قيادة جديدة وواعدة اشتغلوا صح وقاعد نرى بالأرقام. الكويت ما تكاتفت في 2016 و2015 كان بس اتهامات والجو مشحون سياسيا. الحين صارت الأزمة الثانية أزمة صحية ونشوف أن جميع القطاعات جميع السياسيين متكاتفين مع الحكومة يا دهينا لا تنكتين والحكومة ما شاء الله يعني يخجلوننا بكل شيء قاعد يسوونه بالفترة الحالية خلال الشهر اللي طاف من أكبر رأس بالحكومة إلى أصغر متطوع في قيادة الحملة ضد وباء كورونا يخجلونك. لكن يا خوفي إن إذا انتهى هذا الأمر نرد على أطمام المرحوم نرجع إلى الوضع السابق ونتبادل الاتهامات ولا نتكلم بموضوعية ولا نتكلم بحلول تخدم الاقتصاد بشكل عام. فهذا اللي يخليني نوعا ما يعني متشائم إن إذا عدت الأزمة الحمد لله وكافي إن هي أزمة إنسانية وعديناها لكن ما أرى أن راح يصير في قرصة اقتصادية وبدون لا يصير في قرصة اقتصادية ما راح تنحل المشكلة. ولكن الأزمة النفطية هذه ممكن توصل الخسائر أو العجز في ميزانية الكويت 2021 إلى 16 أو 17 مليار دينار. وزير المالية في يناير وزير المالية في يناير أعلنت أن العجز راح يكون 9 مليار وهذا يعتبر من أكبر العجوزات اللي مرت علينا بالكويت. فما بالك وكان سعر برميل النفط 55 فما بالك أن سعر برميل النفط اليوم بالعشرينات وعندنا أزمة كورونا ومبالغ تستهلك يعني الاستمرار في الاستهلاك وتلبية حاجات المواطن. تعطي كذا نبذة بسيطة أصلاً وش اللي حصل في سوق النفط في الفترة الأخيرة خلال الشهرين اللي فاتت؟ اللي حصل يا محفوظ السلامة أن الأزمة الصحية نتج عنها خلل في النظام الاستهلاكي. ما نبي نعيد شرحناه قبل شوي أن الناس انخفض معدل استهلاكها للمواد الاستهلاكية وانخفض استهلاكها للسلع مالها داعي. الركود هذا بالاستهلاك أو انخفاض الطلب على المواد الاستهلاكية طبيعي أنه يسبب انخفاض في الإنتاج ويسبب انخفاض بالتصدير ويسبب انخفاض بالتوريد. كل هالأمور قائمة على يعني مشتقات نفطية. لما يكون معروض النفطي ثابت وينخفض الطلب على النفط بسبب الانخفاض بالاستهلاك مرورا بالمصانع والاستهلاكات الأخرى بالدول الأخرى والتوريد والتصدير والنقل وما إلى ذلك والمشتقات وآخرا في النفط لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي أن سعر النفط ينزل. قاعدة اقتصادية ما فيها رتع الاقتصاد الجزئي أول نظرية السبلاي ثابت معروض ثابت انخفض الطلب معناته أن السعر ينخفض فوصل السعر إلى 50 55 55. كم كان قبلها؟ صعد يعني لمستويات أفضل. ما يعني إحنا سعر التوازن سعر التعادل الميزانية عندنا أن سعر برميل النفط 86 إذا صار برميل النفط 86 هو ما وصل 86 لكن إذا صار 86 معناته أن ميزانيتنا العامة للدولة بريك إيفن لا ربح ولا خسارة. أقل من 86 راح يصير في عندنا عجز. قبل الأزمة كان واصل كنا 53
تعرف السعودية كم سعر التوازن عندها؟ بالضبط ما أدري الحين، ما أدري. أوكي. إيه كم كان في الميزانية يعني؟ الحين ما أدري، الحين ما أدري. حتى الميزانية العامة للسعودية السنة الأخيرة ما حلت، انقطعت عن الميزانية صار لي سنة ونص. بالكويت 86 وما وصلنا لها من عقب الأزمة السابقة. قبل الأزمة هذه وصل إلى تقريبا بين 55 وبين 50، كان يصعد ينزل. فكان في اتفاقية من 2017 بين أوبك وروسيا. الاتفاقية هذه يسمونها اتفاقية أوبك بلس أو الحلف هذا، ألاينس بين أوبك بقيادة السعودية وروسيا سموه أوبك بلس، بحيث أن تعال يا روسيا معانا إحنا يا دول أوبك، خل نسوي آلية محددة للحفاظ على سعر برميل النفط، إما برفع الإنتاج أو بخفض الإنتاج. بمعنى أنت إذا عندك محل وتبيع تمر وجارك عنده محل وبيع تمر، إذا جارك غرق السوق بالتمر، التمر اللي أنت تبيعه بينزل سعره لأن السوق غرقان تمر. لكن لما أنت وجارك تتفقون اليوم ما نبي ننزل بالسوق إلا 10 كراتين، أنا 10 وأنت 10، لما يجونك ناس كثير يشترون التمر الطلب مرتفع بالنسبة للمعروض، فترفعون أنت السعر وتحافظون على المخزون اللي عندكم. هذا اللي كانوا بيسوونه روسيا أو اللي اتفقوا عليه في 2017 روسيا وأوبك الألاينس اللي اسمه أوبك بلس، عشان يرفعون سعر النفط بعد ما انخفض إلى 21 دولار في 2015-2016. صار الاتفاق، ارتفع سعر النفط تدريجيا، الحين رد نزل بسبب وباء كورونا وسبب انخفاض الإنتاج. الحين السعودية بما أنها تقود أوبك اجتمعت بروسيا قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، هاي روسيا الاتفاق اللي ب 2017 ينتهي، خل نجدد وخل نقلل الإنتاج كلنا بالتساوي بنسب متساوية عشان نرفع سعر البرميل. روسيا بهالفترة بحكم أن سعر التوازن أو سعر التعادل بالميزانية عندها أقل من 55 دولار رفضت أنها تجدد الاتفاق مع السعودية، أو رفضت الألاينس هذا أوبك بلس، قالت لا أنتوا كيفكم وأنا بروحي، أنا بستمر بالإنتاج عشان أحارب شركات النفط الصخري الأمريكية وأسحب سوقها. فكأن يعني الحصة السوقية مع شركات النفط الأمريكية بدلا تتوجه إلى جميع الدول الأعضاء في أوبك وروسيا بالتساوي، روسيا تبي تزيد الإنتاج عشان تسحب أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية له، وكأن يعني هضمت حق جميع الدول المصدرة للنفط لصالح السعودية. مقروصة من هالدبلوماسية مالتها اللي كانت تطبقها في السابق وكلفتها حصة سوقية خسرتها، وهي مو مستعدة أنها تخسر حصة سوقية مرة ثانية، لأن كسب الحصة السوقية اللي خسرتها أمر مكلف، تضطر فيه أن تنزل أسعار وتتحدى شركات دول ثانية قادرة أنها تصدر إلى الخارج وعندها اتفاقيات قديمة. فرجعت السعودية وسوت يعني سوت ردة الفعل العكسية اللي صدمت الكثير، أن كانت طالب روسيا أنها تخفض الإنتاج أساس أن الجميع يخفض الإنتاج، روسيا رفضت، السعودية رجعت عشان ترفع الإنتاج فول كاباسيتي إلى 13 مليون برميل يوميا. هذه صدمة، هذا تغرق السوق العالمي بالنفط، طبيعي أنه راح ينتج عنا انخفاض بسعر برميل النفط. السعودية على علم أنها شيء جزء، لكنها تقول يعني كأني أنا مستعدة أخسر من سعر برميل النفط بالفترة الحالية كتكلفة للحفاظ على أكبر شريحة ممكنة في السوق تستمر معاي إلى ما بعد الأزمة. فهذا نوعا ما يعني آلية إدارية في السوق،
وما حد يقدر يسويها إلا إذا كان دارس السوق بطريقة معينة، يدري إنه راح ينتج عن التصرف هذا كذا وكذا وكذا وكذا، وقيسه اكتواريا خلال 5 سنوات ويرى إنه هل يحقق فائدة أكثر، ولا لما نخفض الإنتاج ونرفع البميل فالمخزون راح يكون أكثر مقابل إن إحنا خسرنا هل كثر حصة سوقية. فبالنهاية حسبة اكتوارية. فبالتصرف أرامكو معناته وزير النفط معناته أن الحسبة الاكتوارية تقول أن النفط طالما ما وصل إلى هالرقم، لنفرض مثلا 25 دولار أو 21 دولار، معناته أن تصرفنا في السليم على الماكسيموم كاباسيتي، إنتاج الحد الأعلى من الإنتاج، وهي مستمرة على هذا الوضع. روسيا أعتقد أمس أو قبل أمس أطلبت السعودية اللي طالت المفاوضات مرة ثانية، والسعودية رفضت أنها تقعد مع روسيا، وعجبني تصرف السعودية مع روسيا في هذا الشأن. يعني الجلوس على الطاولة مو دائما يكون عبث لتحقيق مصالح شخصية عشان روسيا ما تتعاون مع أوبك في المرحلة هذه. المرحلة هذه مرحلة حرجة، الناس عندهم معضلة إنسانية يبون يحلونها. مو المفروض أن نسوي ذبذبة بسوق النفط يأثر على قطاعات أخرى عشان مصالح روسية ذاتية؟ لا، يفترض أن العالم كله يتعاون، على الرغم من أن انخفاض سعر برميل النفط يخدر الأزمة الاقتصادية ويبعدها شوي أنها تصير أسرع في أزمة وباء كورونا. لو سعر برميل النفط مستمر على 55 و60 و65، ممكن الكساد ما يكون في يوليو، ممكن يكون في ماي أو جون، لكن استمرار انخفاض سعر برميل النفط إلى العشرينات بالمرحلة الحالية والأسابيع القادمة ممكن هالشيء يحاول كثر ما يقدر أنه يأخر أي قضية إنتاجية في الصين والولايات المتحدة بحكم أو السعودية أو جميع الدول المصدرة للأغذية بحكم أن الدول هذه تعتمد على المشتقات النفطية وما إلى ذلك. يعني هو انخفاض سعر البرميل بالنسبة للسعودية يضر الميزانية، ولكن أكيد أنه ما راح يضر الميزانية أكثر من لما يسمح لروسيا أنه يضخ بدالة. أما إحنا بالكويت لا لنا ولا علينا، إحنا نتحمل صراع الكبار، ما عندنا أي قدرة إلى التحكم بالصادرات النفطية بحكم أنها تشكل نسبة مو كبيرة وايد، هي كبيرة بس ما تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار بين روسيا والسعودية، لا. فإحنا متحملين، وكثير من الدول الاستهلاكية مستفيدة، وكثير من الدول النفطية مضررة، أغلبها يعني. طيب تفضل. أغلبها إيش؟ مالك عادي كم؟ يعني أغلبها من يعني غير متخذة القرار. يعني السعودية لما زادت الإنتاج وزادت حصتها السوقية، طبيعي إن هي كلت حصة سوقية المفروض دول أخرى في أوبك تستفيد منها، لكن لأن روسيا ما التزمت، فالسعودية قالت بما أن روسيا ما تبي تلتزم وهي تشكل جزء كبير من الإنتاج العالمي النفطي، فالسعودية قالت يعني أنا يلا أحمي نفسي في هالقضية، ما لي شغل بالدول الثانية، وراحت في الكاباسيتي. يعني طيب أنا أتذكر حمزة السالم كان يقول أنه أوبك أصلا ما لها، يعني أنها خطأ فكرة وجود تحالف بهذا الشكل مع روسيا، قائد السوق لا منظمة أوبك نفسها، يعني وأنه قرار خاطئ من البداية، يعني والمفروض في يكون في هذا التحالف يقول المفروض يكون قائد السوق منه، يعني اللي كل واحد يقول أنت تبغى تصدر صدر، تبغى تخفض خفض، مالك ما بدون أي تحالفات. يعني بما أنك أنت السعودية قادرة على التصدير وأنت اللاعب الأكبر، العب زي ما تبغى، يعني ما حد بيجلس يسمع كلامك كل مرة، والعادة أن السعودية هي اللي تضحي في هذه المنظمة. لكن اليوم بعد اللي حصل، هل تتوقع أصلا منظمة أوبك بتوقع زي ما هي؟ لا، أول شيء خلنا نتكلم عن المفهوم. هو مفهوم أوبك مفهوم يناقض يعني الأساسيات الاقتصادية. يعني أنت بالسوق محلي مثلا ما تسمح أن يصير في اتحاد تجار تمور يتحكمون بالمعروض من التمور عشان الأسعار، هذا أمر يعني مخالف
النظام الاقتصادي إذا كنت بتسمح لي يعني المفروض أنها تتمنع الاحتكار، تسمح بالمنافسة، تسوي أشياء من هذا التوجه. أوبك هي يعني منظمة لتنظيم أسعار النفط، لكن مو بمستوى التمور. أنا أتكلم كفكرة، هي مو بمستوى، هي مستوى إعانة النظام المالي والنظام الدولي والاقتصاد العالمي لاقتصاد أفضل. يعني إذا كان في عندنا أزمة اقتصادية، دائما نلاحظ أن أوبك تتوجه إلى خفض سعر برميل النفط عشان الصين مثلا تقدر تنتج والاستهلاك يغطي مصاريف تشغيل عنده، أو الولايات المتحدة، أو يعني نلاقي وايد قنوات، مثلا وايد قنوات تلفزيونية معادية على سبيل المثال للسعودية، تتهم السعودية أن هي ضخت النفط في السوق العالمي بطلب من أمريكا. بالأزمة الحالية لو أمريكا صدق طلبت من السعودية بضخ النفط لخفض سعره، هذا شيء زين، لأن لو انهار الاقتصاد الأمريكي جميع الدول راح تنهار. فأوبك نوعا ما تسوي يعني إعادة تعديل مسار نظام الاقتصادي بالعالم. روسيا طلعت عن هذا المنوال لمصالح ذاتية، كأنها ما تبي تستغني عن مصالحها الذاتية لخدمة العالم، مع أن كان الهدف لرفع سعر البرميل على أمل أن أزمة وباء كورونا بتنتهي، أنه ما راح يطول الموضوع، يلا يا روسيا خلنا نشتغل مع بعض ونرفع سعر. لكن أتوقع اليوم لما شفنا النتائج، ما أتوقع أن السعودية راح تتوجه إلى رفع سعر البرميل بالوضع الحالي، وضع حظر التجوال، وضع عندنا الحجر المؤسسي للعائدين من دول أخرى، والمطارات متسكرة والناس ما تطلع من مدينة إلى أخرى. فإذا أنت رفعت سعر برميل النفط بالفترة الحالية، شو راح يصير بالاقتصاد العالمي؟ الناس راح تموت، في رأس راح تموت من اليوع، مو تموت من المرض. فأرى أن أوبك نوعا ما حكيمة مؤخرا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية. فكلام الدكتور حمزة صحيح كمفهوم، أنه يمنع الاحتكار، نبي نخلي كل شيء قائم على العرض والطلب، لكن الدولار يعتمد على النفط، يعني الدولار قائم على البترودولار، كثير من الاقتصادات بالعالم معتمدة على سعر برميل النفط، وإذا يعني هي شبكة صارت مبنت على نظام اقتصادي أنا أرى أنه خاطئ، لكن مو وقت الحين نهدم النظام الاقتصادي هذا عشان مفاهيم أساسية المفروض تكون بالطريقة هذه. طيب اليوم في الشكل العالمي في أزمة اللي هي شكلتها سعر البترول وانخفاضه بهذا الشكل ورفع الطاقة الاستيعابية أو القدرة في الإنتاجية للسعودية في النفط اللي غرقت السوق. هذا ضر بالدرجة الأولى أمريكا، صح؟ فإنتاجهم النفط الصخري يعتبر كلفته عالية، فلا يستطيعون الإنتاج بهذا السعر، يعتبر خسارة على كل الشركات النفط الصخري الأمريكي. صحيح. يعني طبعا ترامب قال وتكلم وقال أوه أحسن خلونا نشتري سعر أرخص، بس واضح أنه اليوم في ضغط داخل اللوبي الأمريكي للنفط الصخري في أنه يجب أنه ينحل الموضوع وترجع أسعار النفط طبيعية، لأن هذا الشكل مو بجيد. ففي ناس تتكهن بوجود تحالف سعودي أمريكي بديلا عن أوبك مثلا علشان يكون في سعر مختلف، أو برضو أنه لأنه ظاهر أنه أول مرة يعين سفير للطاقة في السعودية من أمريكا علشان برضو هذه الأزمة. فكيف تشوف المشهد من هالناحية، يعني السعودي الأمريكي الاقتصادي في مسألة النفط؟ طيب عشان أسهلها عليك، لما أي سياسي كويتي ويعني يوجه توجه غير حكيم إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، الكثير من اللي موجودين بالسعودية راح يرون أن التوجه هذا اللي توجه السياسي هذا يمثل الكويت بشكل كامل. هذا غير صحيح، العاقل يدري أن هذا
ما يمثل إلا رأيه بالنهاية، وبيخدم أجندة عنده تخدم مصالحه داخل الكويت. نفس الشيء الناس يرون الولايات المتحدة لما يرون أن شركات النفط الصخري بحكم أنها هي أمريكية تبي تتحالف مع السعودية لرفع سعر البرميل، الكل يعتقد مثلا أن ترامب على وفاق مع شركات النفط الصخري، الكل يعتقد أن كل الأمريكان متفقين مع توجه شركات النفط الصخري. هذا غير صحيح. شركات النفط الصخري تشكل منظومة اقتصادية صغيرة داخل الاقتصاد الأمريكي، لكن في مليون منظومة أمريكية صغيرة داخل الاقتصاد الأمريكي هي تشكل الجزء الأعظم من الاقتصاد الأمريكي اللي يقوم عليه الاقتصاد الأمريكي، والرواتب والموظفين والاستهلاك وما إلى ذلك. لما كل المنظومات الاقتصادية الصغيرة تكون على وشك الانهيار لكنها تحتاج سعر برميل نفط نازل عشان تمشي أمورها، ما حد راح ينظر إلى شركات النفط الصخري، لأن انخفاض سعر البرميل بالنسبة للاقتصاد الكلي للولايات المتحدة أفضل من ارتفاعه لخدمة شركات النفط الصخري. شركات النفط الصخري يعني شركات قوية ولها نواب كثير ولها يعني لها قاعدة سياسية محترمة، فطبيعي أنك تسمع أصواتهم وأصداءها على الساحة الإعلامية بحكم أن لهم نفوذ كبير، لكن ما حد راح يتجرأ أن يخدمهم على حساب الكيانات الأخرى في الاقتصاد الأمريكي واللي يشكل النسبة الأكبر بكثير، مو النص ولا ثلاثة أرباع. لا، تتكلم أن شركات النفط الصخري ما تشكل إلا يمكن 3-2% من الاقتصاد الأمريكي كاستهلاك، كمعاونة المواطن الأمريكي على العيش. فكل هذه الأمور أرى أنها يعني ما تعكس حقيقة. بس ما هي الشركة، بس هذه الشركات مين خلت أمريكا يكون عندها اكتفاء ذاتي للنفط؟ اي صحيح، وعجزهم عن الإنتاج بيخلي أمريكا ترجع تحتاج إلى النفط الخارجي، تحتاج أرخص، تحتاج النفط. يعني كأن أرامكو تبيعك أنت يا عبد الرحمن البنزين اللتر مثلاً بأربعين ريال على سبيل المثال، اللتر مثلاً بأربعين ريال، وأنت تكتشف أن الكويت تبيع لك إياه بمئة فلس، بحكم أن أنا أقدر بالوقت الحالي أقدر أستخرج النفط بتكلفة نازلة، لكن أرامكو اليوم مثلاً على سبيل المثال صار عندها أي كارثة جوية مثلاً سببت ان سعر اللتر يكلف 30 ريال. وانت تمر بازمه اقتصاديه مثلا، انت حاليا تمر بازمه اقتصاديه انك ما تقدر تدفع 30 ريال على اللتر، راح تخسر كل مشاريعك، ما راح تقدر تسكر رواتب الموظفين وتعيش، فانسانيا المفروض تشتري مني وانا اعطيك، وارامكو توقف انسانيا الحين بالفترة الحالية. إنسانية شركات النفط الصخري المفروض تستريح، أنت ما تخلين الاقتصاد العالمي ينهار بسبب ركود الاستهلاك وانت تين بنفس الوقت تضغطين عشان ترفعين سعر البرميل لمصالح ذاتية. فشو اللي فرق بين شركات النفط الصخري وروسيا لما جلسوا على طاولة المفاوضات؟ ماكو فرق. فيفترض ان احنا نرى الامور شوي بعقلانية، مو انه والله تحالف امريكي سعودي تحالف روسي مش عارف ايش والصين داشة. انا اعتقد ان اغلب الدول حاليا واصلة الى مرحلة ما تلتفت الى على قولتهم المصالح الاقتصادية كثر ما تسعى انها تحاول انها تطلع من المرحلة الحالية باقل اضرار. الضرر موجود لكن باقل اضرار، فيستخدمون كل السبل الاقتصادية لإرضاع الجميع ويعني المضي بهذه المرحلة. ممتاز. طيب الحين أخذنا الشكل الخليجي، أتوقع غطيته بأكثر من زاوية، ودي أطلع كذا شوي ناخذ الزاوية بشكل أكبر والصورة من بشكل أكبر. فودي أشوف أثر الأزمة، أزمة كورونا، أزمة 2020، أزمة صحية، سمها اللي تبي، على بعض الدول. فلو أخذنا مثلا أثرها على الصين، كيف تشوف اليوم؟ اليوم يبدو أنه في
أو كما تقول الصين أنه بدأ يرجع الحياة إلى طبيعتها وشي زي كذا. كيف تشوف اليوم أثره على الاقتصاد الصيني، أثر الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي مع أزمة كورونا؟ طبعا يعني الصين publications والمعلومات والستاتيستيكس مو فيزبل مثل الداتا لما تيك من أمريكا. عندنا تصور أكبر لسوق أمريكي من تصورنا لسوق الصين، والسبب أنهم متكتمين. يعني النظام السياسي ما يسمح أن المعلومات تطلع ودش، دائما نعتمد على يعني التنبؤات التنظيرية ونظريات، نظريا إذا صار كذا 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 معناته تنبؤنا يكون كذا، ما عندنا أرقام فالد تثبت كل اللي نقوله، إلا إذا رحنا سألنا ويحققون معاك سين وجيم وليش وش عندك وش بتسوي وهذا، على ما يعطونك الموافقة وتسحب الداتا اللي أنت موضوعك برد أصلا ما ولا تبي تتكلم عنه. فأقدر أقول لك أن الناس شلون كانت تطلب من الصين أقراض، والصين إيش كثر كانت تشتغل، واليوم الناس إيش قاعد تسوي، وبناء عليه الصين إيش راح يصير. أنا أتوقع أن الصين متأثرة وايد 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 بالفترة الحالية أكثر من تأثر السوق الأمريكي. يعني النظام السياسي هو اللي يدلك أن الصين متأثرة أكثر. النظام السياسي نظام ما يرحم هناك، يعني لا تقول والله ما نوعا ما يعني عندهم والله معتقدات حليمة على الإنسان أكثر من الخليج، أو لا هما يمكن أسوأ. إحنا بالخليج يمكن أحسن من كثير دول، وهذا قاعد نشوفه اليوم طريقة تعاملنا مع تداعيات الأزمة، ونشوف أن الدول الخليجية شلون قاعد تتعامل مع مواطنيها ومع المقيمين فيها سواء من دول عربية أو من دول أجنبية، وتلاقي تعاملنا مع المقيمين أفضل من تعاون الدول اللي ينتمي لها المقيمين. تخيل يعني ما نبي نذكر أسماء، ولكن هالشيء واضح للعيان الكل يقدر يشهد الموضوع. الصين يمكن هي من أسوأ الدول بالتعامل مع يعني أبنائها، والسبب أنهم شعب كبير ما تقدر تراعي منه ولا تراعي منه. فطبيعي أن يعني من الحكمة أنك تنظر إلى القضية بعقل وتكون حازم وما ترحم لحماية أكبر قدر ممكن من المواطنين. لازم يكون في collateral damage من المواطنين للأسف يتحملون المسؤولية. فطبيعي أن كثير من المصانع تسكر. لما أقول لك كثير يشكلون اقتصادات دول، كثير من المصانع تسكر، كثير من المواطنين فقدوا وظائفهم، أضعاف المصانع اللي سكرت. لكن الفرق بين الصين والولايات المتحدة أن المستوى المعيشي مختلف. الصيني يقدر يعيش إذا كان بالقرى، يعني بالشريحة ذات الدخل المتدني اللي أكثر ضرر بالموضوع، تقدر تعيش في الريف وما عندها أي إشكال. لكن المواطن الأمريكي، المواطن الخليجي ما يقدر يعيش بالريف، مقومات الحياة مو موجودة عندنا بالريف. الأمريكي ما راح يقدر يعيش بالريف، أنا ما تعود على هالأمور، عكس الصين. ففي أضرار اقتصادية تعاني منها الصين، لكنها ضرت رؤوس الأموال أولا، رؤوس الأموال الكبيرة أولا، ثانيا ضرت المواطنين بالطبقة المتدنية اللي ما زالوا قادرين أنهم يعيشوا. لكن لو نفس العدد يتكرر في أمريكا، لا المعضلة راح تصير أكبر، والسبب أن معايير الإنسانية بالصين بالولايات المتحدة تصل. يمكن مو مجالي أنا أتكلم عن هالشأن، اللي أقدر أتكلم فيه هو رؤوس الأموال اللي تضرت. لا رؤوس الأموال كبيرة، بس لأن النظام تكافلي رسمي، يعني الحزب القائد يقدر يغطي الخسائر في حدود الدولة ويحتويها، عكس الرأسمالية البحتة في الولايات المتحدة. الخسائر ممكن تأثر على جميع القطاعات وتصير أزمة كبيرة تتخلل فيها الموازي. أما في الصين لا، هم قادرين أنهم يعني يسيطرون على الوضع
حتى لو كان حجم الخسارة أكبر من حجمها في الولادة. طيب الاتحاد الأوروبي كيف تشوف وضع الاتحاد أثناء الأزمة؟ الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أنه دخل مرحلة الانهيار من البريكزيت، فالمنظومة الاقتصادية يعني ادخلت في الانهيار، ولاحظنا أن حتى الإنسانية يعني بأدنى مستويات. فيعني الموضوع يحر، ولا ودي أتكلم فيه زود لأنه يحر. يعني كان من كيان قادر على يعني تحسين موازين القوى، الولايات المتحدة، روسيا، اليورو على الصين، إلى كيان راح يتشتت كأنه تشتت الاتحاد السوفيتي. هذا اللي أنا أراه مستقبلا، أن بريكزيت، كورونا، وما يندر ايش بيصير عقب. فأتوقع أنا خلاص راح يعني تكون نهايته قريبة جدا، أن دام وصل الموضوع إلى موضوع إنساني فهذا خلاص على قولتهم يعني تكون آخر ضربة ما وراها ضربة خلاص. ليش؟ شنو تشوف أنه صار إنساني؟ يعني شوف عينك، إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من أكثر الدول اللي تضررت، وما تشيل بعض لأن هي مو قادرة تشيل نفسها. فما في تحالف بين كل من يقول يا الله نفسي بالوضع الحالي. ف يعني حتى القياديين هناك شعرت ان المعادن قاعد تبين. يعني دائما بالازمات تكتشف معادن الناس. يمكن بالصين معادنهم بازمتهم افضل من معادن القياديين في الاتحاد الاوروبي، لدرجة أن الصينيين رايحين من الاتحاد الأوروبي يعانون. وشفنا المقطع اللي نزل علم الاتحاد الأوروبي ورفع علم الصين داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر مؤسف، معناته أن قضية إنسانية عندنا، خاصة لما المواطنين يقتنعون بأي حدث من هذه الأحداث تصير. الولاء للاتحاد الأوروبي نوعا ما انخدش. لما يكون في خدش وقبله صاير شيء اقتصادي، وقبله صاير شيء سياسي، والحين صاير شيء صحي، فطبيعي انه يكون في يعني ردة فعل عكسية اكستريم، مو ردة فعل عكسية عادية. تتخيل الاتحاد ينهار؟ اتوقع ينهار الا يعني الا المعاهدات او الاتفاقيات اللي لا يمكن انهائها الا بتكلفة عالية، لكن على المدى البعيد اتوقع انه راح يوقف. لو تم موجود راح اتوقع يكون موجود صوري العملة مثلا، ولكن أكثر الأمور الأخرى والتنظيمية أتوقع أنا راح تنتهي. تتوقع بريطانيا محظوظة بخروجها منه قبل الأزمة؟ لا، أنا معارض خروج بريطانيا. لا بس كانت محظوظة أنها خرجت قبل الأزمة اللي صارت الآن، الأزمة الصحية. ما عندي إحصائيات تثبت. ما عندي إحصائيات تثبت أن لو بريطانيا موجودة شنو ربحت شنو خسرت، لو مو موجودة شنو ربحت شنو. فالأمر يعني تكلفة اليوم ما هي بس تكلفة اقتصادية، التكلفة إنسانية، تكلفة صحية، تكلفة، وأغلب الأمور هذه خارج اختصاص. يعني أنا ممكن لما تجمع كل الداتا تعطيني إياهم في كل المجالات اللي ما أفقه فيها أساسا، تعطيني إياهم أقدر أقول لك والله اللي صار فيزبل ولا مو فيزبل. لكن أني أقيم الأمور الصحية والاجتماعية والإنسانية ما هو اختصاصي، فما أقدر أعرف إذا خروجها كان أفضل ولا أسوأ. ممتاز. طيب انهيار الاتحاد الأوروبي كيف بيأثر على الاقتصاد العالمي؟ راح يعني موازين القوى راح تتغير. هذا الوحيد اللي أقدر أقوله. يعني ما أقدر أفتي وأقول بيسوي كذا وبيسوي كذا وبيسوي كذا. الموضوع هذا يحتاج بحث، يحتاج شوف أن كل دولة شنو كان دورها بالاتحاد الأوروبي، ولا خرجت شنو راح يكون دولها بالاقتصاد العالمي. لما تقيس الأمور وتعيد الموازين تقدر تطلع conclusion تفيد، يعني تفيد الوجه الاقتصادي. لكن سؤال عابر كذي ما أقدر أحكي. اليوم كذا مع كل هذه الانهيارات وكل هالتغيرات اللي جالسة تصير،
يعني ما أدري إذا هو طبيعي ولا لا، بس ما نشوف أحد يتكلم عن مثلا انهيارات سوق الأسهم أو مثلا عن الذهب أو العملات أو السلع المهمة الأخرى اللي جالسة يعني تحدد شكل السوق. يعني لأنك لأن طبيعي، الأمر طبيعي أن تنهار هذه الأمور، ولو ياك واحد بيتكلم عن هالأمور تضحك عليه. يعني يا رجل عنا بأزمة الدولة، يعني الدولة قائمة وقاعدة، ما نلتفت إلى سوق أسهم ولا تداول ولا سعر الذهب ولا. يعني أنا الحين قاعد أشوف سعر برميل النفط بالعشرينات، أستحي أكتب بتويتر أن احنا في خطر اقتصادي بسبب سعر برميل النفط. عندنا أزمة إنسانية يا رجل، فهذه الأمور نستغلها لتحسين المسار لخدمة تداعيات الأزمة الإنسانية، أو يعني التحوط من تداعيات الأزمة الإنسانية، لكني أستخدمها كورقة ضغط لإصلاح اقتصادي الحين أرى أن يعني هذا الشيء من يعني من غير المنصف أن الواحد يتكلم فيه، وكأنه يعني لا طاح الجمل كثرت الشاجين. إحنا ودنا نكون عون للجمل ونرفعها مرة ثانية، متى ما قام ندلي الطريق. لكن اليوم كل دول العالم لن ترى اللي يتكلم عن أي مجال استثماري رابح خاسر إلا إذا كان هو داش فيه ولا مصلحة، يعني معتقد أن هذا هو اللي بيشيل الاقتصاد. هذا ما راح يشيل الاقتصاد. طيب بتذكر أول ما بدأت معرفة العملات الرقمية والبيتكوين وغيره وكذا، كنت يعني كان أي أحد يشرحها كان يقول أنها تقوم ومستقبلها يكون عندما تنهار الاقتصادات العالمية، لأن الناس تتحول من أنها تثق بهذه الاقتصادات إلى أن تثق ببعض، والثقة ببعض اللي هو يترجم في العملات الرقمية. يعني مدري أحسن ما غير شيء، اليوم واضح فيه انهيارات والعملات الرقمية ما تزحزحت كثيرا، يعني ارتفعت واجد، يعني نزلت جالسة تمشي مع السوق يعني. فكيف تشوف أنت الموضوع؟ هل أصلا تعتقد أنه فعلا العملات الرقمية بيكون لها وجود؟ هل بتغير شكل الاقتصادات، ولا أصلا من البداية أنت غير مؤمن في شكل هذه العملات الرقمية؟ في أمريكا اللاتينية العملات الرقمية تستخدم بشكل طبيعي. مو السبب أن النظام المالي انهار، السبب أن هي ما تثق في حكومتها. الدول هذه أغلبها ما يثق في حكومته في إدارة السياسة النقدية فقط، مو بالنظام المالي ككل. يعني هو ممكن يقبل بالبيتكوين ويقبل بالدولار، لكن ما يقبل عملة المحلية. ولأن الدولار مثلا تبادل فيه خطورة داخل الدولة، بما أن الدولة إذا الدولة صارت سيئة في إدارة سياستها النقدية لن تقبل بوجود الدولار، لأن تدري أن الناس راح يتوجهون للدولار. فإذا صار في صعوبة بتبادل الدولار داخل الدولة هذه، طبيعي أن الناس تتوجه إلى عملات مشفرة. نجاح العملة المشفرة من عدمه مو معتمد على فلان وفلان، معتمد على أن أثنيناتهم هالشخصين راضين أنهم يتبادلون السلع مقابل العملة هذه فقط. فإذا أنت قاعد في كوميونتي أو مجتمع كله متفق أن البيع والشراء عن طريق بيتكوين على سبيل المثال، معناته أن العملة الإلكترونية قائمة، ما لنا شغل بالدول الأخرى. لكن إذا نطاق عملك دولي، فبالنسبة لك أن العملة الإلكترونية غير قائمة، إلى أن نطاق عملك بشكل كامل يعتمد العملة الإلكترونية. حاليا ما تقدر تقول أن راح نتوجه إلى العملة الإلكترونية إذا طاح النظام المالي ككل، إلا لما يطيح الدولار. إذا انهار الدولار على سبيل المثال، معناته أن الريال السعودي لا يستحق قيمته، ولا حد راح يثق بالريال السعودي. فطبيعي أن الناس تتوجه إلى أسرع شيء يمكن تطبيقه، بيتكوين. طبيعي، لأن بس اللي بالسعودية واللي بالدول الأخرى اللي معتمدين على الدولار الأمريكي هم اللي انهار. لكن على سبيل المثال الكويت، احنا معتمدين على سلة عملات منها الدولار الأمريكي،
يشكل جزء من سلة عملات. إذا كان وزن الدولار الأمريكي وزنه عالي جدا لدرجة أنه راح يأثر تأثير كبير على قيمة الدينار، طبيعي راح نتوجه إلى العملات المشفرة. لكن إذا الدولار لا يشكل إلا 100 فلس من قيمة الدينار، ما راح نتوجه إلى العملات المشفرة، لأن في محاربة من الحكومة للعملات المشفرة والدينار ما نزل إلا 100 فلس. يختلف من دولة إلى أخرى، فأنت محتاج أن مو عملة واحدة تنهار، أو تحتاج عملات أساسية، اليوان، الدولار، الجنيه الاسترليني، كلهم مثلا ينهارون والنظام المصرفي يعني يتغير بسبب القيمة، الاختلاف بالقيمة. يعني حتى الأصول اللي مرهونة بقيمة الدولار راح تتغير، السيائير اللي ندفع لها أقساط راح تتغير قيمتها. نظام جديد أسهل شيء. متى ينهار الدولار؟ لما تنعدم الثقة، لما تنعدم الثقة خلاص. الأمر لازم يكون في public panic، هي اللي تدير هذا الأمر، مو ما راح تطلع حكومة 1-2-3 يلا انهيار الدولار، لا مو كذي. public panic يصير فيه تصرف أن كل شخص جمع دولار يشعر بأن دولاره ما يسوى، وكل شخص بيبيع أغراض عنده أصل ببيعه ما يرضى أنه يبيعه بالدولار، والسبب أنه مو واثق بالدولار. متى ما فقد هذه الثقة الدولار خلص. هالشيء ممكن يكون اليوم أصعب من لما يكون قبل 20 أو 50 أو 60 سنة، والسبب أن وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هي وسائل التواصل سلاح ذو حدين، ممكن أن البانيك أو الهلع يكون أسرع، وممكن أن الإدارة الإعلامية للدولة تكون أسرع. فممكن بغمضة عين ينهار الدولار بسبب أزمة ثقة، وبغمضة عين يتم إرجاع الثقة هذه سياسية. فما عشنا هالأحداث ولا ندري شلون بتصير لو صار. واللي يقولك إنه هو خبير في مثل هالأحداث لا يمكن أن يقولها إلا هو يعني متوفي من 40 سنة. بس احنا صغار على هالامور، ما ندري الازمه شلون تكون اساسا، شنو الشيء اللي نلتفت له. يعني اذا انا ما عديت عمري 40 سنه، يعني لو حتى يصير عمري 80 سنه بعد عمر طويل وما عشت انهيار الدولار، حتى وانا عمري 80 سنه ما اقدر اقول لك لو ينهار الدولار شو راح يصير. لكن الاسهل هو البيتكوين، يعني ما لا تقول لي ذهب، لا تقول لي لا، هارد ديسك بيدك في بيتكوينز انكريبتد وتحوله اونلاين، كان الله غفور رحيم، من التليفون، من الماك، من ويندوز، من اللي تخزنه عندك تحطه اونلاين سيرفر. يعني الآلية حديثة ومواكبة للتطورات. ف ما ودي نعيش باحلام واقول لك شنو راح يصير شنو ما يصير، بس ان شاء الله لو صارت تكون بظروف وايد افضل. يعني إن شاء الله لو تطورنا تحقق موضوع إن إحنا نتوجه إلى عملة أسهل بالاستخدام من العملة الحالية، إن شاء الله بأمر يدار دوليا ومقنن ويستخدم بطريقة يعني مفيدة للبشرية، مو إنه والله نطلع من سرقة كبيرة من نظام مالي إلى نظام ثاني كلنا من هذي. إن شاء الله. طيب متفائل؟ لا يعني ما ليه؟ ما ودي احبطكم، بس ان الامر صار مضحك. فقولوا تفائل بشيء ثاني رب ضاره نافعه، يعني قولوا تفائل بامر اخر، لكن يعني اقتصاديه مو متفائل. لكن ان شاء الله يعني الباب اللي يتسكر ينفتح وراء ابواب كثيره تخدم الانسان، تخدم المواطن الخليجي، تخدم الفكر، تخدم الثقافه، تتغير نظرتنا للناس بشكل عام. يعني هالأزمة ورتنا ويوه، ووخرت عنا ويوه، عرفتنا على ناس وخلتنا يعني ما نبي نقرب من الناس. يعني إن شاء الله يعني ضارة نافعة وتفيدنا بالنهاية، ولكن اقتصاديا لا هي منافعة. والسبب تغير النظام، من نظام استهلاكي إلى اليوم إحنا يعني الدول على المحك، كيانات قاعد تنهار، يعني قاعد نشوف الوفيات في الولايات المتحدة، في إيطاليا، في الصين،
الصين احتوت الأمر، خاف على أهلنا هني، خاف على بيوتنا، ما ودك حتى يعني عمامك ولا عماتك أنك تسلم عليهم وتحط رأسهم خوفا عليهم. يعني إن شاء الله أن شيء وصلنا إلى هالمرحلة، إن شاء الله تكون نتائج المفيدة أحسن بكثير من مشاريع خسرناها أو مبالغ خسرناها أو عمالة فقدناها أو نظام معيشي تغير. إذا كنت متفائل متفائل جوانب ستظهر ولا أدري شو هي، وإن كنت متشائم متشائم بخسارة راحت ولا راح تعود. متى تتوقع تعود الحياة طبيعية؟ والله يعني أتوقع الموضوع مطول إلا إذا يعني وجد اللقاح، هذا على المستوى الدولي، لكن على المستوى النفطي أعتقد أن الموضوع مطول إلى أن يتم اتفاق روسي سعودي بعد ما يوجد اللقاح. لا يمكن أن الدول النفطية ترفع سعر برميل النفط والأزمة الصحية ما زالت موجودة. يعني أعتقد أن هذه الخطوة منعدمة الحكمة لو تمت، لكن متى ما وجد اللقاح إن شاء الله تعود الأمور إلى ما كانت عليه اقتصاديا، لكن بالدول النفطية بعد ما يصير فيه توافق روسي سعودي إن شاء الله. طيب لا يعطيك العافية وانتبه نفسك، وإن شاء الله تعدي هالأزمة على خير يا رب. الله يجزاكم خير، وسعدت بهذا اللقاء، وإن شاء الله نراكم في لقاءات أوقات أفضل، أوقات نرى فيها تفاؤل. وسلامي لأهلي وإخواني بالمملكة العربية السعودية، المحب من الكويت عبد الله السلام. يعطيك العافية، وشكرا لكم، شكرا لمحمد نادي في التحرير، محمد الحسن في الهندسة الصوتية، وريما طلال في الإعداد والتنسيق، وفي إدارة إذاعة 8 ثمود بن محفوظ. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم.